وما زلنا في متابعتنا لتفقد السيد الرئيس لمحافظة مطروح ومنفذ السلوم ولقائه بشيوخ القبائل في مطروح والسلوم وسيدي براني. ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية. دكتور سعيد، يعني المنطقة الغربية بتشهد طفرة لم تشهدها من قبل في العديد من القطاعات والمشروعات التي طالت هذه القطاعات. إلى أي مدى هذه المشروعات غيرت المشهد في محافظة مطروح؟ أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. والنهاردة إحنا بنشوف عرس للتنمية المصرية، يعني بجد النهاردة إحنا بنتفرج على استقبال السكان في مطروح والسلوم ونقطة الارتكاز وحماس الجنود المصريين. يعني حضرتك شوفي كده، بيقولوا احنا مستعدين لأي مهمة يا سيادة الرئيس بروح معنوية مرتفعة، ودي أول مرة يعني نسمع كلام حماسي بالطريقة دي، حاجة يعني حاجة جميلة جدا. بالنسبة لحضرتك بتقوليه، احنا النهاردة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع مع سكان السلوم قال كلمة جميلة جدا. سلوم ومطروح وسيدي براني، ليس السلوم فقط. وسيدي براني، نحن لا نكتب شهادة وفاة لأي مشروع موجود عندنا في مصر. ودي نقطة مهمة جدا، لأن احنا عندنا مشاريع اقتصادية عملاقة جدا ما قبل 2011 أو 2011 كانت موجودة، ولكن الدولة المصرية لم تكن تستفيد منها. السيد الرئيس النهاردة قال أنا كنت بخدم في الخدمة بتاعت الجيش منذ الثمانينات في منطقة السلوم، وكان الشرط الزراعي كانت المشكلة كانت موجودة، ولما جه ومسك الحكم وبعد 38 سنة كانت وما زالت المشكلة قائمة. ولكن النهاردة بنشوف سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيصرح إن هذه المشكلة، ومعاه المسؤولين على القبائل اللي موجودين في سيدي براني والسلوم ومطروح، بيأكدوا تماما إن مشكلة الشرط الزراعي قد تم الانتهاء منها. والتنمية الاقتصادية اللي مصر بتشهدها من شمال مصر لجنوب مصر شرق مصر، عندنا محور قناة السويس والهيئة الاقتصادية في قناة السويس، عندنا أسبوع الصعيد لو حضرتك تفتكري معانا من سنتين وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاريع التنمية الاقتصادية العملاقة الخاصة بالطاقة الكهربائية وتجديد الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة، مصانع بنبان ومصانع إنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح في الزعفران وجبل الزيت. إذا هنا بنلاقي كمان هنا مشاريع تنمية كبيرة جدا. وعايز أقول لحضرتك إن نقطة السر دايما كان، أو كلمة السر دايما كان بيقول عليها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والنهارده قالها: لولا الاستقرار اللي بتشهده الدولة المصرية ما كانش هيبقى فيه هنا التنمية. وهنا لازم نركز على النقطة دي حضرتك، الاستقرار هو الذي يؤدي إلى التنمية. الاستقرار والأمن والاستقرار الاقتصادي في الدولة المصرية هو الذي جعل فيها هذه التنمية. بالنسبة للمشاريع طبعا سيادة الرئيس احنا بنعمل، يعني عارف حضرتك، بنعمل انجاز كبير جدا جدا عندنا في مصر، وهي يعني انا شايف ان اعظم المشاريع النهارده هي المنطقة اللوجستية اللي اتكلم عليها سيادة الرئيس. نعم، التي من المنتظر ان تنشأ في السلوم. يعني الحقيقة هي بتحقق العديد من الأغراض عند تنفيذها، يعني فرص عمل، منفذ تجاري جديد. وكيف ترتئيها كأستاذ للعلوم السياسية؟ طبعا بص حضرتك، احنا عايزين نقول بس عشان الناس اللي بتسمعنا، احنا معدل البطاله يا فندم قبل 2011 كان واصل ل 13%. سياده او يعني وزيره الاقتصاد دكتوره هاله السعيد في لقاء ليها في شهر فبراير الماضي في 2023 قالت ان معدل البطاله بتاعتنا في مصر وصل ل 7.4%. انت عارفه حضرتك علشان معدل البطاله بس يتحرك 1% او 2%، ده بياخد سنين طويله جدا، ولكن احنا في خلال 8 سنين وصلنا لهذا المستهدف. بالنسبه للمنطقه اللوجستيه طبعا احنا عارفين ان مرسى مطروح ومنطقه السلوم وسيدي براني دي مناطق حدوديه. لما تتخيل حضرتك كده انا بعمل منطقه لوجستيه، يعني ايه منطقه لوجستيه؟ يعني بعمل جذب للمستثمرين، بجيب هنا مصانع وبشغل الناس او السكان اللي موجودين عندي، وبقلل من نسبه البطاله، بعمل رواد صناعي. والنهارده اتكلم عنه
سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هيكون عندنا منطقه صناعيه علشان التبادل التجاري بيننا وبين ليبيا، وهنشغل ناس وهتقلل نسبه البطاله. منطقه حدوديه ومحافظه حدوديه لابد ان تكون عامره بهذه الاليات، زي المصانع وزي المشاريع الاستثماريه والقرى السياحيه. احنا شايفين، وطبعا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم النهارده وهو بالطياره، شاف العالمين وشاف مرسى مطروح وشاف المشاريع. الطريق الذي كلف الدوله المصريه 15 مليار جنيه بين السلوم ومطروح، ده طبعا حضرتك دي بنى تحتيه جميله جدا جدا. المستثمر الاجنبي يهمه حاجتين عشان يجي يستثمر: الاستقرار في الدوله والبنى التحتيه. سياده الرئيس وده اصبح الان متوفرا، يعني في ليس فقط في اطار القاهره ومحيطها كعاصمه، ولكن في كل ربوع الجمهوريه. دكتور سعيد الزغبي، استاذ العلوم السياسيه، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.